والبلاد في حد ذاتها اللي تنجم تخسر وراء هذايا، وبالتالي المواطن هو اللي خاسر. ودعوا وزير الفلاحة ودعوا رئيس الجمهورية للتدخل العاجل لقبول اللفتة السكري البتراف من عند الفلاحة. ونأخذوا أكثر معطيات من عند سي شرف الدين التويتي رئيس جمعية مزارعي اللفتة السكري بولاية جندوبة. مرحبا بك سي شرف الدين. مرحبا بك سامين، يعطيك الصحة. في وقت اللي البلاد تعيش عجز تام في الموارد العلفية الخضراء، لا قرت لا تبن، صابة مفقودة وأسعار اللي شعلة فيها النار، في وقت زاد للبلاد اللي تعيش أزمة متاع مواد أساسية كما السكر، انتو مزرعته موجود، والوقت هذايا هو وقت جني متاع اللفت السكر، ياما تجنيه اللفت السكر يتهزوه للمعمل. أي أكيد أكيد يجنيه المعمل أساسا. اي معمل السكر في بن بشير بالتحديد، معمل السكر في بن بشير. اي شو اللي صار؟ يعني نحن كفلاحة حافظنا على منظومة اللفت السكري نظرا لأهمية متاعها، وحاولنا وزرعنا 800 هكتار لفت سكري في شيرة جندوبة محسوب. باهي 800 هكتار هذه تصور أنت قداش من زراعة أمبورتي، وقداش من دويات أمبورتي، وقداش من ماتريال، وقداش من خدمة، وقداش من ماء وكذا. عانت شوية صعوبات في النقصان الماء في الأول متاع العام وكذا، فهمتني ناب ربي، من بعد جت أمطار متاع ماء ومتاع وعدة، تحسنت وضعية اللفت السكري بالقدا في 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 شير جندوبة بعد خيبة في الحبوب وفي برشا العديد. معناها تفاجئنا في الأخر خلاص إن صاحب المصنع وكأن ما عينوش باللفت السكري، ما عينوش بالبيتراف، ما عينوش باش يخدم. زارعين 800 معناها ما يعادل كي نعملوا في 70 نجو 56 ألف طرناطة متاع لفت سكري، نجم نخرجوا منها 9000 طران سكر، نجم نخرجوا منها 11200 طرناطة بولب علف متاع بقر من أحسن العلاف، نخرجوا منها الميلاس طرانة ميلاس الخمير وكذا، فهمتني، مصنع وما وخدادين تسنى ومعمل كامل وحركة اقتصادية تتعمل كاملة، فهمتني. سنوات ربي ونحن ندعو في المعمل راي تبدل الوضع وتبدل المناخ وتبدل الطقس وتبدل المواسنة. جني اللفت السكري يبدأ 15 جوان علميا وفنيا واقتصاديا وكله يلزم اللفت السكري ما نفوتوش 15 جوان. لا اليومنا هذا ان ما عرفش اليوم قداش 11 ولا 12، اليوم هو 13 جويلية 13. لا يومنا هذا ما ماشي حتى النية في انه بداية متاع بعدها اللي هي علميا مستحيل باش نبتة تنجم تقاوم 50 درجة مع شيلي مع ما فماش ماء للسو. الرأس البتراف فهمتني. ألو سي شرف الدين، صابة كاملة تعد بالمليارات بالعملة، يقع اتلافة بدم بلد مثماش حتى أدنى والخ. يا سي شرف الدين يفضلك لو كان تقعد في بلاصه فيها ريزو، يفضلك لانه الصوت قاعد يتقطع باش نجموا نسمعوكم مليح، باش نجموا زادا نوصلوا الرساله اللي لازمها توصل. وعلى ما يبدو رسالتكم عاجله اليوم، تقولوا انه الصابه اليوم موجوده في الارض ما نجمتوش تنحيوها، لانه مش معناتها مستنسين انه جرات العاده وانه تنسقوا مع المعمل، اصلا انتم تزرعوا بالتنسيق مع المعمل في حد ذاته. اكيد هو اللي زرعه وهو اللي عنده الماتريال للتقطيع وهو اللي جاب الزراع وهو اللي عمل الدويات، جاب الدويات وكذا، فهمتني. اول العام بالتنسيق سنوات ربي، فهمتني، المصنع هذا كان ملك الدوله ومن بعد تخصص وكذا سنوات ربي. بون عام السنير وعام اكسبسيونيل، ما هوش كما العوان ما الاخرى كلها، ما ثماش ماء، المجمع الناس تجتهد وتمشي حسب الامكانيات المائيه نتاع الموجوده وكذا. بالنسبه لعام السنين ما امبوسيبل باش يقعد البتراف للجويه وقوت، غير ممكن وغير معقول خلاص. نحن في شح مائي حكيتوا مع المعمل، ايش قال لكم المعمل سيدي العزيز؟ شو اللي قال المعمل؟ المعمل كلمناه وراسلناه وكذا، ما اعطناش حتى معلومه. المدير الجهوي لهنا قال رانا مش نبدو نهار 10،
من بعد التفاحنا ما ثماش حتى لا 10 ولا 11 ولا 12 وما ما عندهمش حتى الاستعداد باش يبدوا حسب المعطيات اللي قاعده توصل. يا سي شرف الدين شنو اللي يمنع المعمل اليوم باش يقبل؟ ما فهمتش فسر لنا اكثر شنو اللي يمنع اليوم المعمل اللي هو مساهم في زراعه هال 800 هكتار هذي لفت سكري شنو اللي يمنع اليوم؟ هو حسب الاخبار اللي توصل لنا ما يعطوناش نحن صحيح وما نحن نتعاملوا معناها بكل شفافيه بينه وبين المعمل ضمني. اما حسب ما نسمع نحن ان المعمل هذا يلزم يخدم بالفيول ولا هو ما عندوش تو الفيول هذا اللي يخدم به لي شوديير ولا العديد ما عندوش ما نعرفش لان نحن كان العسل في البرمجه من علاش نزرعوا اصلا معناها المواد اللي تخدم المعمل كله وياخذ يقول انه زاد مستحقات عنده مستحقات عند الدوله لسنوات ما خذاهاش صاحب المصنع. احنا ندعينا قداش مره احنا فلاح وش عندنا من 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 من, من داخل احنا مش نتخذوا كرهان معناها ما خذاش مستحقاته من عند الدوله ماهوش مش ينحي البتراب. انا نزرعت معاه وعملت البتراب وكذا ما نجمش انا ومن بعد تقول لي ما عطوناش مستحقاتي ما نتدخلش وما يخلينيش تو انا تو عندي بارت في الروند مو في الوادة تو نوصل 30-40% وكل نهار في السخانة في جندوبة كما تشوفوا فيها توصل 50 فصل مو للشمس واكثر من 50 ما ثماشي نبتة تنجم تريزيستي من غير ماء. صحيح صحيح والحقيقة هذه مشكلة. إذا اليوم بلاد كاملة تجري وراء السكر في العالم وتلوج وتمشي وتجي وتزرع اليوم ويزرع الفلاحة وتساهم فيها الدولة والمؤسسة وغيره ومن بعد شنو نقعدوا نخزروا لها تيتامة كبرى ذي بهذا كارثة معناها حتى من ربك سبحانه يطير البركة معناها من البلاصة مصيبة فلاحة. أنا نشوف إيه باش زقوا واش تابوا واش حمروا واش جابوا نساء خدمة اش فهمتني معناها مش نجمع صعبة مش صعبة عندك صعبة نتاع السكر ونتاع علف قديش مقدرة اليوم الصعبة نتاع السكر ونتاع العلف قديش مقدرة هكيك؟ أنا حكيت لك الشيفر مقالة ما فما تنجم معناها معدل 800 هكتار عندك في 70-56 ملف تورناتا نتاع بيتراف فيها 9000 تنجم فصيل مون 9000 تورناتا نتاع سكر ثم معدل 111000 واش تورنات نتاع بيلب نتاع ناسل نتاع بقر من احسن الاعلاف ثم ترانت نتاع ميلاس دوره اقتصاديه كبيره والترانسبورتور والدنيا والناس اللي تخدموا دوره كامله دوره كامله اللي تخدم الفلاح درك شاد الصف باش ياخذ شكاره بيلب يشد الصف بالكيلومتر صف باش ياخذ شكاره بيلب بالغلي وانت تشوف من بعد نلقوا السلعه هذه ما كلمتوش وزير الفلاحه ولا علينا خبريه كلمتوش وزير الفلاحه ولا من لا رسمنا الاتحاد والاتحاد راسل وزير الفلاحه والمساله بحكم ان الطقس والشنجمون تاع معناها مساله استعجاليه جدا 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 ما تتطلبش انه الخدمه الكلاسيكيه ورقه مشت وجمعه وبعد جمعتين وتو بعد نرجع لك انا احنا في اليورجونس ننقلوا هل الكابيتال هذايا نتاع اللفت السكري وهل الصابه فهمتني اللفت السكري للشعب هذا يا اخي ما فماش خيار معناها كل ما يزيد من نهار نقول لكم بتاتر جمع اخرى في المناخ هذا والطقس هذا تمشي الصابه واضح ويخرجوا خبراء اذا كان اخويا يقدروا فهمتني ان كيفاش النبته هذه تنجم تعيش في الطقس هذا وخبراء مستقلين ويقيموا لا حشتنا خليه يبدا الجني هذايا الرساله واضحه واصله الموصوله الى وزير الفلاحه الى رئيس الجمهوريه الى صاحب المصنع الناس اللي في القطاع الكل يا وليدي راهو شنو كل سيكتور وكل حاجه معناها نعملوا عليها عركه ونطالبوا الرئيس يتدخل ونطالبوا الوزير يتدخل ما هذا معناها ما هو هذايا حاجات بديهيه ماني زرعت نحصد معناها ماني زرعت نلم النعمه نتاعي معناها اسمها نعمه ذيك اسمها نعمه ربك سبحانه بعثها لنا نعمه اذا نكفروا بالنعمه راهو يصير فينا اللي ما يصير.
على كل صوتكم وصل، نوصلوا النداء هذايا من الفلاحة متاع البتراف متاع لبت السكري اللي موجودين زرعوا 800 هكتار ولليوم قاعدين يتفرجوا فيها وقاعدين كل يوم يخسروا الصابة. راهي سخانة كل يوم في ولاية جندوبة وين فما المزارع هذه راهي تفوت الخمسين، راهي تفوت الخمسين ما فماش ماء بيان سور، معناها غير مو قاسين الماء غير الماء يعطي فيها بشويه الماء. ربي يكون في العون. وصل صوتك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نلقاو استجابه في القريب العاجل. شكرا شرف الدين تويتي عن جمعيه مزارعي لفت السكري على تواصلك معنا، وسنتابع هذا الملف.